قدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي ذا تهانيه الخالصة لفريق اتحاد العاصمة بمناسبة تحقيقه لقب البطولة الوطنية للمرة الثامنة في تاريخه. وهنأ رئيس الفاف كل من ساهم في اللقب من لاعبين ومسيرين وطاقم فني وطبي من جهة أخرى حي رئيس الفاف فريق شبيبة القبائل على أدائه المميز والمشرف. هذا الموسم وهم الذين كانوا جد قريبين من تحقيق اللقب كما لم ينسى الموسم الكبير لنادي بارادو حيث هنأهم بالمرتبه الثالثه التي ستسمح لهم بمشاركه قاريه تاريخيه فيما هنأ ثلاثي الصاعد الى دور الاضواء وتمنى حظا موفقا للثلاثي النازل الى المحترف الثاني.